حضرتك طلعت حاجه؟ حضرتك لا اي حاجه ثانيه؟ النص مش اجيب وقت. نص ثاني. طيب على العموم انت جيت كده، ده نص هيروغليفي. استنى بس خليك معايا عشان نخلص. ده نص هيروغليفي حضرتك ما طلعتش منه او ما فيش حاجه جت في بالك تطلع انت حضرتك انت مخطط في حاجات ثانيه وما كانش حاجات ثانيه. اشمعنى ما سالكش انت متحصن ولا لا؟ اشمعنى انا؟ عشان انت متحصن طبعا. انا شغال معاه، انا شغال معاه بقى 40 سنه. اشمعنى؟ لا كنت اعرف اشمعنى ما سالتوش هو متحصن ولا اشمعنى انا؟ قالوا لك عايزين انا؟ لا مش عايز. ولا مش قد طيب. هو ها هو مش رد عليا الراجل، ما عندوش رد. لا مش فكره والله كده، بس الفكره كلها لا هي جت كده يعني. هو لا ليه خايف عليا انا؟ ما عندوش رد. انا يعني كنت لا انا قلت ان هو كله قاري قران. لا قلت لي انت متحصنه، انت متحصنه. ايش معنى؟ عشان جنب ركز معاك. ها عشان جنب حضرتك بس. مين هو معانا دلوقتي؟ طيب احنا دلوقتي عايزين يا ابو حميد بخافش يا عم والله. بقول لك كده انا عفرت بلا دلوقتي. حضرتك طلعت ده وقلت لك لا هي مش قصه بحريه. طيب انا بس عايز اقول لحضرتك ايه قصه بحريه؟ النص الهيروغليفي، ان النص الهيروغليفي اللي انا اديته لك ده عشان حضرتك تقراه. حضرتك ما نجحتش ان انت تطلع حاجه بعتت لك او جات لك. على فكره احنا كان المفروض تنبسط، المفروض تنبسط، لان انا لو انا عارفه ان انا بعرف هيروغليفي يبقى انا في حاجه مش طبيعيه. على فكره كل ده بنقول لك انك طبيعي، دي حاجه يعني لو انت كنت عرفت. انا اللي اعرفه احنا كنا قلقنا. انا اللي اعرفه من فتره، انا اللي اعرفه الهيروغليفي مش اللي انا من الهيروغليفي الاوله او لاخره. طب سؤال بسيط، حاجات في الاسره 18 اللي هي الحاجات اللي انا شفتها بعيني. حلو قوي. نقول حاجه ابسط، هات لي حاجه من الاسره 18. نقول حاجه ابسط الاسره 18. طيب حاضر، بس ايوه نثبت لك دلوقتي. نقول حاجه ابسط الاسره 18. تمام يا فندم حاضر. هنا الاثنين انا بحق على فكره، انا الاسره 18 اسره مفضله بالنسبه لي. طب يلا خلاص. اه طبعا. سؤال بس قبل ما نعدي الحته دي عشان الحته مهمه. ده هيروغليفي شكله؟ ده مش هيروغليفي. اللي قدام حضرتك ده ادوات الجراحه في معبد كوموندو في الطب المصري القديم. طب حضرتك هتنص الهيروغليفي، انت جايب لي رسومات. حضرتك كنت انا ما قريتش. خلينا اكمل. ايوه طيب، علشان برضو انت لازم تحترم العلماء لما يتكلموا. صح طبعا. طبعا حضرتك كنت بتقراه على انه هيروغليفي، يبقى من الواضح ان حضرتك ما تعرفش. كان ممكن تقول ده مش هيروغليفي. كنت لازم هتقول انه مش هيروغليفي. لا يعني لو حد قال لي غير انجليزي هقول ده مش انجليزي. مش هيروغليفي في اول لحظه. دكتور انا قلت لك الحاجات مش واضحه. لا ما قلتش مش واضحه. لا انا قلت مش واضحه. انت قلت دي قصبها. دي مش شبه القصبه. دي مش شبه القصبه الهوائيه. دي مش شبه القصبه. بيزعم ان مش هو اللي بيقول. تمام مظبوط. دي مش شبه القصبه الهوائيه. هو لو كان بيزعم انه مش هو اللي بيقول ما كانش قال على دي قصبه هوائيه ودي كذا ودي كذا. دي مش شبه القصبه الهوائيه. خلاص يا فندم. لا يا فندم. يا فندم لا. لا انا عايز نص ثاني من الاسره 18. اتفضلي يا مدام. اه ده سهل، ده بسيط قوي، ده حاجه بسيطه سنه اولى. احنا مش جايبينك علشان نقول لك انت غلط، احنا جايبينك عشان نحل مشكله انت متضايق منها، انت بتعاني واحنا عايزين نشيلك من المعاناه ديت سواء طبيا او علميا. دوت ده رمز الاله اتون اللي هو الشمس. ده رمز الاله اللي هي الشمس. اه اللي هي فن قلت اللي هو الاتون. اتون. اه وايه تاني يا فندم؟ دي رسمه بتاعت اتون. تمام. وده اللي بتتكلم في الهيروغليفي يعني بحرف التاء، وده البي، ودي اللي هي القصبه الهوائيه اللي انا اقصدها. اه اللي هي اسمها نيفر. ايوه يعني جميل او جيد. اه تمام. وهي بتاع المرفوعه دي يعني رب. اه ترمز. طيب على العموم يعني قال صح. بص يا استاذ ابو حميد، واد نفر رامبت افتتاحيه عام جديد، دي كل سنه وانتم طيبين بتاعت مصر القديم. ودي قرون بقى. ماشي انا بفصل لك واحد رقم. ممكن انت ده بتقول كذا. اكمل جمله واحده. هات نص وترجمه بقى. اكمل جمله واحده في الحلقه. امال انتوا جايبيني من اخر الدنيا ليه؟ مش عشان تسمع مني. دول مش ايدين اتنين بيتعاملوا. هابي بيرثدي. بالظبط يعني هابي نيو يير عشان يبقى احلى يعني. خلاص؟ دول مش ايدين اتنين، دول عباره عن قرن لبقرة او لطور. خلاص بقى عارف لو اتكلمت تاني باللي معاك ده خلاص بقى، ولا انت ولا هو عارفين. الصغننين دول يخشوا يناموا. يعني الرمز ده ما فسرتوش؟ انا ما ترجمتش بالعربي. انا قلت لك ده اللي هي نيفر يعني جميل. قلت الرب طلعت بقرة يا
قلت ده واحد بيتعبد وطلع اتعبد. انا لو منك انبسط يعني انت كنت هتبقى مبسوط لو ليك علاقه بالخدماء المصريين؟ ده انا كنت هترعب معاش. ما انا بقولش ان انا يعني لو انا تسيب تكلمني وتوت عنخ ابو بينزلني صاحبك بقى واعرف كل الاسرار بقى اشهر عامل في العالم. انت متضايق انك طلع مفيش اشهر روح يا دكتور من غير اي حاجه انت قد الدنيا. انت متضايق يعني ان مالكش علاقه بيه؟ ايه متضايق؟ احنا بقى نشوف مين اللي بيهزر معاك الهزار ده. بيهزر معايا ازاي؟ يعني ممكن يكون انت متعرفش ان الجن كذاب ممكن يخيلك حاجات وممكن يكذب عليك خد بالك انت الحته اللي وريتها لنا تحت ديت مش فوق. لا الحته اللي انت وريتها لنا بالظبط. لا انت ما وريتناش الحته ديت. معلش يا ابو حميد الله يكرمك. انا مش عارف اللي قلت لك يا دكتور. انا بقول لك الحاجات دي احمد انت كده مش صح. موجود عارف ليه؟ رجع لك الكاميرا تاني. انت لما وريتك بطنك كنت حريص جدا ان احنا ما نشوفش غيرك. احد دي الحته بالظبط اللي انت وريتها لنا لان انت كنت قلت في دايره واحنا ما شفناش دايره. حضرتك انت قلت الرموز القديمه. الرموز القديمه موجوده. انا ما اعرفش انا رافعها عشوائي يعني. لا ما كنتش ترفع عشوائي. لا انا رافعها كده اوريها لك تاني. ما كنتش ترفع عشوائي. في حاجات تانيه معموله والله. كنت مخلي بالك. انا بقول لك في حاجات تانيه معموله. عارف لو ما كنتش عملت الحركتين بتوع متحصنه وبتاع صدقت. لا والله مش كده. والله العظيم بتاع اقرا قران. اقرا قران دي هقول لك. هيجوا البيت؟ ايه؟ هيجوا البيت؟ لا مش هيجوا. ما هيجوا ماما معانا بس؟ احنا عندنا نص كويس كده بديهولك. هيقولولك لا طبعا. اه هزر هزر تمام مفيش مشكلة. لا يوجد أي قوة من 5000 عام تتحكم في حياتك الآن يا صديقي ويا أخي الصديق. طيب ماشي التحكم الوحيد. التفسير التفسير بقى التاني خلاص مفيش علاقة بعلم الأثر. خالص. كده هننتقل مش أنت جاي لي عشان أحللك؟ لا لسه مش روحان جلد. هنروح للجلد الاول يقول لنا ده من تحت الجلد ولا لا. ده الله دكتور. دكتور طبعا. امال ايه؟ مفيش مشكله مفيش مشكله. وبعدين هنروح الدكتور النفسي برضو نعرف تسيب تيجي منين لو عندوش اي بتاع التيب. ملوش علاقه بالمصري. نشوف بقى نروح الازهر نشوف شيخ. انت لما بتسمع القران عادي؟ عادي. تصلي؟ لا قليل جدا. لكن بتقدر تصلي؟ بقدر اصلي بس قليل. وتقدر تقرا سوره البقره؟ اقدر اقرا. انا عايز اقول لك يا ابو حميد سوره البقره دي عن تجربه شخصيه. سوره البقره والصفات حلوين جدا. ما طبعا القران الكريم كله سميتها سيوف من نار. صح. سيوف من عشان نار كده. عشان كده لما تروح لاي حد بتاع سحر دجال وتقول له اقرا سوره البقره يقول لك يا عم مش هتعمل حاجه. اول ما يقول لك كده اعرف على طول ان هو هيولع وهو قاعد. طب ماشي ايه المفروض الخطوه دي؟ بقول لك الدكتور ما عندوش اي تفسير للموضوع. انا بكلمك على انا عن نفسي انصحك نصيحه. مش تقولي انت متحصنه وبتاع. انا قعدت مع عفاريت الدنيا كلها والناس المتعفرطه كلها والله. اقرا سوره البقره 40 يوم ورا بعض ولا هيطلع لك حاجه ولا هيجي لك حاجه ولا هتشوف حاجه ولا هيحصل اي حاجه. طبعا انت مش هتعمل كده. لا عادي اقرا مش مشكلة. انا نفسي تبقى كويس. لكن لو بقول لك عايز تبقى كويس اقرا سورة البقرة 40 يوم ورا بعض. اقرا ليه البقرة؟ لان ما بتستطيعش السحر. البطلة والسحر لو انت يعني شايف ان ده جن 40 يوم لا يمكن حاجة تمسك لا يمكن حاجة تيجي جنبك. ما عنديش مشكلة. بس عايزين نروح لدكتور الجلد بعد اذن حضرتك. انا جاهز. عشان نقول للناس برضو كلها يعني لو احنا توصلنا ان هو عمل شيطاني خلاص هو مش عمل الاثري. خلاص هننتقل بقى نشوف هو من دكتور الجلد عمل شيطاني ولا زي ما في ناس بتصحى مثلا من خربشه من النهارده عشان واحنا بنخلص الحلقه. اتفضل. الحته اللي احنا شفناها هنا ديت اول ظهور لهيروغليفي او منظر من على معبد في الحته دي بالظبط. عشان لما انا هتكلم مع ريب انا هتكلم في الحته دي اول ظهور في اول ساعه. نمر التليفون هتبقى عند حضرتك هتكلم. تمام. بسام انا ظهر الدايره اللي عند بطني اللي انا وريتها لك هيروغليفي. تعالى نطلع نشتغل خلاص. بس اعمل كده بجد لو عايز تحل. طب حد هيصور الحاجه دي؟ ليه نصورها ليه؟ عشان نشوف الدكتور اللي ترجمها. احنا هو قال ايه؟ واضح قوي يا ابو حميد. انت قلت اللي انت وريتها لنا اول ما يظهر اول يوم اول حرف مع اول احساس بدم طالع هتروح نتصل بيه. وبعدين انا عايز اسال سؤال تاني. مالكش دعوه بالباقي. ماشي عشان في سؤال مزنوق. اتفضل. انت قلت جه وحضر وعيطت وبتاع وقلت انا دلوقتي بيعمل. ايوه استاذ ارهام حضرتك دلوقتي الحلقه دي مش مباشره تمام. حضرتك بتعملي حلقه طبعا وحد بتدخلي حد والكلام ده كله.
حضرتك تقدري تيجي تشوفي شهود شافوا بعينيهم الكلام. مش دعوه دلوقتي هو انا كملت السؤال. انت قلت دلوقتي بيتعمل كذا. ايوه حصل ده مش معمول دلوقتي. انا بقول لحضرتك اعمل دلوقتي. لا مش معمول دلوقتي. ده بني. ده بني. يا استاذه ريهام انت حضرتك ما شفتيش اللي بشوف. لا شفت اللي انت جايبه لي احمر كله ده. حضرتك ما بتركزيش. معلش احنا اسفين. لا مش عليك يا حضرتك بس انت حضرتك ما ركزتش. انت 50 سنه هو عندك كام سنه؟ لا بس حضرتك انا تعبت. كلنا ما بنركزش. لا انا تعبت. ماشي. سيدي. دي دلوقتي حالا؟ دي دلوقتي حالا؟ طب دي ثانية واحدة دي ليها أي تفسير؟ ما هو بس لو طب اوعى إيدك طيب اوعى إيدك ممكن تقوم يا أحمد شوف ممكن تقوم تقرب مني يا ممكن توري دكتور ممكن تقرب مني لو تسمع عشان لا يعني على جنب معلش المايك يا زكي اتفضل إيه اللي اتكتب يا دكتور؟ عندنا إيس عندنا إيسات اللي هي إيزيس يعني ده العرش بتاعها وبير منزل دي اللي أنا أقدر أطلعها لك دي عطاء دول كده إيه دول بقى؟ الثلاثه اللي دي من اسره 18 إيه ده؟ ها لا ده مش من اسره 18 مش إيه؟ كل الجمله صحيحه طب وريني لو تسمع معلش بص كويس عشان برضه هنشوف مش كل الجمله صحيحه انا بطلع الحاجات اللي باينه واضحه هي رغم في قريت حاجات ثانيه طيب بس اشوف الجمله ذات نفسها لو تسمع يا زكي ساعد انه يحط عشان انا طلعت لك حاجه يعني انت بتقول لي ساعد اشرح حته كده تسمع بص يا حبيبي انت شايف ان انا شايفه يعني انت شايف الجمله انا مش شايف انا بشوف طيب من فوق من فوق يعني شايف طيب شايف المقعد ده المقعد ده ما تجيب يا المقعد له علاقه بايزيس حلو كده اللي هي ايسات بالهيروغليفي تمام المفروض الهيروغليفي حضرتك اللي مكتوب كجمله دي جمله كل اتجاهات كل الاتجاهات بتاع خلاص الرموز تبقى في اتجاه واحد لان انا لما باجي اقرا هيروغليف يا ابو احمد اول حاجه بنبص عليها تفسير الحاجات دي الاتجاه كده فكل ما الوشوش ومقعد بتاع ايزيس وكل الشله دي باصه في اتجاه يبقى انا لازم اقرا يعني في ايزيس كلمه الاتجاهات الاتجاه يعني في كلمه في كلمه ايزيس والكرسي بتاعها بس لا بس المفروض المسخ دي لما بيكتب الجمله الصحيحه لازم كل الدايركشن باتجاهها في اتجاه واحد ايوه اتجاه ممكن تبقى يمين كلها او شمال كلها لكن المسخ القديم اللي هو اللي بيكتب احنا بقى بنقول ان ده جن ما هو المفروض انه متعارف يعني عليه لا ما هو جن بقى مش شاطر حضرتك في حاجات برضه حضرتك عايزك تسافر لها في حاجات برضه هو في حاجات هنا في ظهري هو في مقعد دلوقتي هو في منظر لمقعد بس الحاجات دي حضرتك ما تدينيش اي تفسير فيها اللي هو نفس شبه الرموز طب نشوفها ممكن اشوف طب ممكن اسمع بس اللي موجود لا ممكن اسمع بس اللي موجود ده ايه لا هو بالجمله ما تعملش منطق كلها ما تعملش سنس لكن شبه إيه؟ لكن لا لكن في رمز منهم يشبه مقعد ايزيس عرش ايزيس بس كهيروغليف لكن هي كجمله غلط وتقسيمه غلط تعالوا مش مشكله خالص هو احنا بس عايزين نعرف ليه كمان ما بيظهرش في الحته اللي الايدين ما توصلهاش دي الحاجات دي لا دي ملهاش علاقه بالهيروغليفيات خالص طب ماشي ما ده اللغز اللي انا عايز احله لا دي ملهاش دعوه بالهيروغليفيات دي اوت اوف بس انا عايز اقول لك حاجه يا احمد الناس اللي بتبقى مش انت بتقول اختك كانت ممسوسه الناس اللي بتبقى ممسوسه ساعات تصحى متخربشه او متعوره دكتور دي مش الحاجات دي ليها تفسير بس انا عرضت نفسي على امه لله الله مفيش حد قال حضرتك دي تفسيرها ايه ليه الحاجات اللي هي في الصوره القطه والحاجات دي ايه القطه لا بس لا مش القطه احنا قلنا في الاول تفسيرات 80% منها كانت لا يعني لو جن ما ممكن يشخبط دكتور اللي هي الحاجات الغريبه اللي مكتوب تحتيها تحول لا الحاجات اللي انت قلتها لي دلوقتي دي مالهاش علاقه بالهيروغليف طب ماشي دي مش هيروغليف تبقى ايه لا تبقى ايه دي بره التاريخ طب هم يعني دي بره تاريخ مصر الجن وعفاريت الشيوخ اللي انت تعرضت عليهم ما قالولكش ده ايه لا محدش فاهم محدش قالك ده ايه محدش فاهم محدش قالك خالص ده ايه محدش فادني هو دكتور هو اللي فادني في الرموز دي لا محدش فادك لكن في حد فتى اكيد يعني في حد قال لك ده كذا والله بص الحاجات اللي هي حاجه اللي هي كله اجمع عليها واللي هي ممكن تكون متوقعه ان انا مش عندي ان انا عندي فيه حاجه زي روح مش جن ولا مس ولا الكلام ده حاجه زي روح ليها تاريخ قديم الكلام ده كله فبتنقل الحاجه الروح مش هتبقى عايزه تجذيك والروح دي جواك تألمك. الروح دي هي انا جواك يا دكتوره بتقلمك ليه يا استاذ ريهام حاجات دي جوايا ما اخش يعني ده لو لا معلش انا بتخلف ثانيه واحده امال انت سالتني متحصنه ليه متحصنه من الروح الروح
زي ما يكون ملعون. متغيرش بقى كلامك بقى كل شويه. انت قلت لي بتحصنها بتحصنها ايه الاخران ايه. ايوه عشان في ناس قبيله الجن حضرت. لا مش قبيله، انا ما قلتش قبيله. في ناس بتبقى جنبي لما بيحصل معايا الحاجات دي دلوقتي، الحاجات دي هم بيغمى عليهم بيتعبوا. فانا عشان كده بقول لحضرتك يعني ما ايه مش فاهم تاني. في ناس شافت الحاجات دي وهي بتنعمل بينا ان جسمي بيتفتح فاغمى عليها وتعبت. عشان كده بقول لحضرتك بتحصنها عشان انت جنبي يعني. بس انت مش دلوقتي بتقول انا معيش جن انا معايا روح. وفي حد بيتحصن من الروح؟ انت احمد الروح دي احمد انا عايز اسالك سؤال مع كل الاحترام والتقدير للدكتور. وانا انت شايف ان عندك ايه؟ انت قلت الاول ليا اتصال بالمصر القديم، وبعدين قلت لا انا عندي جن، وبعدين دلوقتي تقول لا انا ما عنديش جن انا عندي روح. الحاجات الصغيره دي اللي هي الجن، اما الحاجه الروح دي حاجه جوايا انا. دي حاجه تانية. دي حاجه جوايا انا، دي الحاجه الاساسيه اللي معايا اللي ما كانش ينفع ان انا اتكلم فيها واتكلمت فيها. هتروح لو معاك روح واتكلمت عنها هتروح. لا والله والله زرهام، انا لما اتولدت انا مش موجود مولوده طبيعيه. ايه مولود ازاي بقى؟ انا مولود زي نظام بجهاز شفط، والنبض بتاعي كان واقف واشتغل تاني بالاخر يعني. بتقول مولود بجهاز زي جهاز شفط، كنت مش مولود في مستشفى والكلام ده. وبعدين يعني ايوه قلبك لما وقف فكانت بتموت فيا، كانت هتموت فيا في اللحظه. ده ايه علاقته بالمصري القديم؟ فبعد ما الموضوع ده خلص انا بعتبر متربي مع الحاجات دي وبشوف الحاجات دي زي ما انا شايف حضرتك كده. انت قصدك انك مت ورجعت؟ انا بقولش ان فرجعت بالحاجات دي. هو الدكتور اللي قال كذا كذا. ايوه انا بقول والدتي قالت كده، وانا لا. من صغري مختصر ولا اعرف ولا ليا في موضوع زي الشباب لعب الكوره. وانا ايوه انت انا واخد جنب مع نفسي فانا عايش مع الناس دي. احمد انا نفسي ما تفكرش في الكلام قبل ما تقوله، وما تفكرش في الانطباع اللي هيتاخد عنك وانت بتتكلم، لان انت بتقول حاجه وبترجع في كلامك عشان خايف من الانطباع اللي هيتاخد عنك. يعني بشوف حاجات صغيره، طب خلاص دول جن، لا اصل انا في روح جوايا ما كانش ينفع اتكلم عنها. دي الحاجه الاساسيه اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الروح. من الروح دي انا واثق مليون في الميه من المصري القديم. انا واثق مليون في الميه اللي هي ترجع لتاريخ الفراعنه، لان انا اعرف حاجات كتير عن الفراعنه. روح من حد مات هي جواك؟ ده تفسير الناس كتير اللي قالت، وانا حاسس بكده. الصغننين دول مين بقى؟ ده جن واتباع. دول جايين ليه بقى؟ من جسمي بيتفتح يعني، قرين بيتفتح فبلم بمعنى صح. طب ما تحصن نفسك قفله. انا بقفل وبفتح، اقفل وبفتح. زي ما تقولي في ناس قالت ان انا زهري، وفي ناس قالت حاجات كتير كده. ايه زهري؟ زهري يعني بتبقى حاجه نادره في البصيره وخاصه بالعين الثالثه والكلام ده. طب وازاي حد عنده براعه في البصيره وبيتوقع الحاجات مش قادر يتوصل هو شخصيا عنده ايه؟ ما دي مشكله. انا جاي لحضرتك ليه؟ ما انت بتقول هو انا عندي روح. ايوه ما الروح دي حاجات جوايا والله، بتقول لي معلومات في دماغي. انا ما فيش حد بيكلمني يا استاذ ريان. يا عم ده انت قعدت قدام ملايين دلوقتي وتشت وبس، وقعدت تعمل كده انهم بيقولوا لك حاجات. انا ما قلتش بيقولوا حاجات، انا بقول لك في حاجات بتنعمل تحت جلدي. لا 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 انت قعدت عملت كده. ايوه كده انا بحضر. لا خالص لا كانك بتسمع. لا خالص هتشوف نفسك. انا ما كنتش بسمع. ما كنت بتعمل ايه؟ انا كنت ساكت. لا كنت قاعد تعمل كده. لا ما كنت تسمع. ما حدش كان بيقول حاجه. هي الحاجات دي كلها كانت تحت جسمي. فواضح ان الدكتور ما لا ما فيش خرج عن الموضوع. لا خلاص هي القصه اللي تخصه خلاص ما فيش ولا تي ولا مي. في دلوقتي احنا توصلنا ان احمد بيقول ان في روح من المصر القديم عايشه جواه، وفي شويه جن كده موجودين عشان جسمه متفتح. وهو دلوقتي دكتور بسام اقر ان لا يوجد اي نوع من اي معلومه عنده صحيحه، صح؟ حتى النص اللي من الاسره 18 اللي طلعوا ما طلعش فيه ولا حرف صح. فده معناه ان مفيش اتصال. اكيد الروح اللي من مصر دي عارفه ما عاشتش معاهم يعني. طيب فخلينا يعني اعتبرنا احنا اللي كدابين. لا طبعا. وامشي مع الكذاب لحد باب الدار، نروح لدكتور الجلديه لو حضرتك تستاذننا انك تبقى معانا للاخر. ان اول مره زي ما الدكتور قال لك يظهر حاجه على جسمك يوميها هو محتاج يشوفك في يومها. يكون في الحته اللي حضرتك وريتها بس، ده اللي انا طالبه منك حتى كل ده. ماشي. وزي ما قلت لك مره ثانيه ارجوك، انا كنت عايز اطلع من الباب ده واخدك فيه دلوقتي مش هقدر، لكن كنت حاطك فيديو ووصلك. يعني هو جاي متحمس انه لا اكتشاف، يعني العكس مش انه يكذبك. انا اطلع اكتشاف
وانا معاك وانا مش عايز اوصل للنقطه دي انا مش داخله في الموضوع ولا ايه وانا مش عايز اوصل للنقطه دي لا ليه انت هتفيد انت هتفيد البلد ازاي يعني لو انت صح انا مش عايز كده هتفيد لا انت مش فكره مش عايز كده دي ودي حاجه ليها علاقه بان انت تعمل حاجه في العلم كويسه بالظبط انت ليه خايف ان انت انت لما تقول انا عارف الهرم اتبنى ازاي احنا بنقعد انت تعالى هحضرك معايا مؤتمر كيف تم بناء الهرم انت تبقى محمد صلاح بتاع الاثار كراسي بتطير وحاجات وبنطلع من المؤتمر ولا واحد فينا مليون استرليني بيطير بقى زي محمد صلاح كده وربنا فلا انا من الاخر خالص انا بقول لحضرتك لا تنمر ولا سخريه طبعا ولا ان انت راجل جاي بتقول لنا خزعبلات ولا الحاجات خالص وريتنا حاجات انا شخصيا شرحتها لك علميا من واقع زي ما قلت لك 40 سنه قراءه في علم النفسيه حضرتك تجاوزت شويه وقلت ان الكلام ده مش مظبوط وفوتها لك كاخ صغير ما قلتش مش تمام لا انت لكن انا هفوتها لك عشان انا عارف انت في حاله عامله زي دلوقتي اما بالنسبه للمطلوب من سيادتك لو عايز تكمل معايا ومع المدى يبقى بالحته دي بالظبط اهي والكاميرا جايبه صبعي بالظبط الحته دي بالظبط مش هنا ومش هنا ومش هنا زي ما انت وريتنا لا هنا اول بدايه اي حاجه مش لازم هيروغليفي خلاص اهو مش لازم هيروغليفي حضرتك هتتصل بيها على التليفون ده لو انا بقول لك لو استاذ بسام انا ظهر النهارده طب لو تسمح تعالى لي وهنطلع نمشي ورا الموضوع في نفس الوقت مدام هتحاول تعمل تواصل مع الازهر علشان المره الجايه تقابلك لو قلت لي ان الحاجات دي بتطلع من تحت الجلد وانها لسه معموله النهارده ده لو بالتقرير الطبي مش انا مش دعوه الدكتور الطبيب هو اللي هيلاحظك هات لما تروح فانا عايز اقول لك حاجه ثانيه انت متخيل مثلا الناس اللي عندهم هلوسينيشنز ممكن يشكوا 1% ان هم عندهم هلوسه غلط لا انهم غلط لا طبعا ده ممكن يقطع هدومه ويقول لك انت كذاب وانت لا انا بشوف وانا مصدق وانا عارف صح ولا لا صح طبعا نو واي ان حد تعبان نفسيا يقول انا تعبان نو واي حد ان هو شيء هو بالفعل انا شفت هو بالفعل لانك بتشوف انت مش كذاب انت بتشوف بس بتشوف بتشوف عشان هما بيجوا انت بتشوف نتيجه حاجه في الانكونشس او سب كونشس بتاعك بالظبط كده الله اعلم انت عايشوك في ايه من وانت صغير بس انت مش بنكذب شوافانك خالص هو انت بنحلل هو ليه ده بيحصل انت مش بتقول ان انت انا يعني تحليلي الخاص وممكن يبقى غلط انت واحد اتخذت من وانت في سته ابتدائي او ست سنين حد صور لك فكره ان انت راجل مبارك وان بياخدوك يفتحوا بيك بقى مقابر وانك بتشوف وانك بتعمل وعشت القصه دي انت فاكر بالمناسبه الموضوع ده فاكر انت دخلت مقبره فعلا وانت بيبي يعني اللي عندك 6 سنين ولا مش والله شفت دكتور لا شفت. لا دخلت وانت صاحي كده صغير طفل انت بتقول فاكر بقى ان انت لقيت وفي شهود بني ادمين لا مش انا مش يا ابو حميد انا مش بكذبك يا حبيب قلبي انا بقول لك انا بفهم معلومه هل انت دخلت مقبره معاهم بس هو ده انا بساله شفت بس شفت مراسم ده لا مش فاهمني مقبره لا بنتكلم وانت طفل بجد وانت أيوة مش كانوا يعني بياخدوه اكتشاف انت اكتشفت مقبره مش طقوس وشفت حاجات مش قلت كانوا بياخدوني يستغلوني شفت دخلت وريت وانت ما تعرفش حاجه انا ما نكبتش هم خدوني دخلت لما الحاجات دي بتتعمل على جسمي قالوا لي انت ممكن توصل حاجات للاماكن حلوه لما دخلت بقى مقبره دخلت مقبره حجر كده قدام عينك ده اللي انا سؤالي مش بقول لك شفت أيوة. دخلت مقبره شفت هيروغليف شفت تماثيل ذهب وحاجات كده من بره انا قلت بس ان في ما دخلتش بقى انت بيبي صغير بره قلت ان في مكان هنا قلت ان في هنا لكن انت ما دخلتش معاهم المقبره عشان تكتشف لو كنت انت صح ولا لا هم عايشوك عايشوك مفيش حاجه ماتيرياليستك بص مفيش حاجه ماديه لا يوجد اي شيء بالنسبه للمصري القديم بالنسبه لعلمي انا المتواضع جدا زي ما قلت لحضرتك لا يوجد ما تقلقش من دي انا بشيل منك قلق اهو عشان تطلع من الاستوديو ده شايل دي من دماغك انت ليس لديك اي علاقه بالمصري القديم اتمنى انا ما انت هو احنا قاعدين ساعه وعمال نصفصف على روحنا مفيش ولا عمل روح دي مش عارفه ما هو بتاع انا بقول لك انت ليس لك انت مش بتجي بتكلم خبير انت بتكلم الروح اللي معاك دي مش عارفه هيروغليف خايبه خلاص هي خايبه في الهيروغليف دي اول حاجه عايزه تطلع تشرفنا بنت كاهن بقى بنت في المحاضره انت ليس لك اي علاقه بالمصر القديم لا هيروغليفيه ولا معبديا ولا طقسيا ولا دينيا انت ولا بقى هتتوصل في الاخر ان في جن بيقعد يخربش لك جسمك يعني
سهله قوي. لان في حاجات ملهاش دعوه بالبيولوجي. بس خلاص انا شلت من بس. يعني على الاقل انت داخل هنا انت طالع مرتاح في حته كبيره. بالظبط. في تشانك كبير اتشال من عليك. خلاص. شوف الشق الثاني. نشوف الشق الثاني. اشكرك. هنعرف بقى من الرسومات دي من الدكتور الجلديه ونكمل. خلص. لو مش كده مش هنسيبك في الاخر برضه. هنخلي اللي بيخربش ده يبطل يخربش. شكرا. شكرا. رحنا قابلنا شيخ مغربي قال لي رموز على جسمك دي رموز معبد. بتتكتف وبعدين بيحفروا على جسمك؟ اه. مين اللي بيحفر بقى انا ما اعرفش. يعني والدتي الله يرحمها كانت بتشوف الموضوع ده ووالدي كانوا بيشوفوها بتتنحت وهي بتحفر على جسمك. يوم بعد يوم اشوف حاجات مش في الزمن بتاعنا يعني. جسمي اتمسك شفت ناس اللي هم ناس قصيره جدا. تسمع اصوات بتقول لك ايه؟ دم مني دم منهم كانت ناس احمر فاحمر. ولما تواصلت معاهم عرفت بيعملوا فيك كده ليه؟ في حاجات تانية حصلت بس ما ينفعش نتكلم فيها. انت مخضوض ولا ايه؟ انا قاعد مستني. طب انا بتكلم بجد هم قاعدين معانا دلوقتي؟ إيزيس يعني ده العرش بتاعها وبتير منزل دي اللي انا قادر اطلعه. عمل الدم منك؟ الناس ما بتشافش مجرد حاجات قصيره قد كده ما اقدرش افسر من ناحيه. في اي تواصل حصل بينك وبينهم؟ لان انت لو قلت هيروغليفي صح يا احمد انا هاخدك بعد ما نخلص هطلع بيك للعالميه. بس هناك دي حاجات انا عشتها هي مش موجوده حاليا. مين بقى نعرفها ازاي؟ دي كلها معلومات جات له. الحاجات دي بتظهر وبتختفي. احمد انا مش معاك كويس. احترم اللي قاعد قدامك. الحاجات دي اختفت امتى؟ ده مخنوق. انت بتعاني واحنا عايزين نشيلك من المعاناه ديت. طب ما توريها للدكتور مش قدام الكاميرا. مش هي عندك دلوقتي؟ يعني المفروض انا اقوم اسيب القاعه دي لان حضرتك مش فت ان انا اقعد معاك اناقشك وانت بتقول الكلام ده. في ناس على جسمي دلوقتي. يعني في حاجة بتتحرك في جسمي دلوقتي.